وانت بتكتب الورق كنت متوقع ان حسني صالح واحمد راتب وعامل يعني مع حفظ الالقاب طبعا وتايم حسن ولينا وبقيه فريق العمل متوقع ورقك اللي انت بتكتبه وكنت لسه بتقول يا رب حد بس يبص عليه بصه ممكن يلاقي النجاح ده؟ انا كنت متوقع الجبريه وحسني صالح بس. يا سلام ايه الثقه العمياء دي جبتها منين؟ ما هو كل واحد له دماغه فانا عارف كل واحد له دماغه فانت عارف ان الورق ده هيقنع الجبريه ويقنع حسني صالح. ايه الفكره؟ ايه الهدف؟ يعني زي ما الاستاذ احمد قال احنا عندنا شويه حاجات كده مرميه في المسلسل ومرميه انا قصدي داخله في التفاصيل اللي عمل منها حياه اجتماعيه ومنها حاجات سياسيه وبتاع، بس لو سالتك كتبت الوسواس ليه؟ قريه. قريه مصريه. انا كنت مسميه حكاوينه في الاصل. لا بص بقول لك ايه بلاش بخل قول. ما المشكله ما ان احنا يعني بيعرض وطلع لنا شويه لا هي قريه فعلا يعني بس انا كنت حابب اجمع شويه حاجات كده حكاوينه. حكاوينه. هو اسمه كان حاجه وبقى له وسواس حكاوينه. كان اسمه حكاوينه. طب ليه غيرته بقى له وسواس ولا مش انت يعني؟ لا كان بالاتفاق. الوسواس افضل يعني الاسم. حكاوينه خفيف شويه يعني. حكاوينه انت اللي كنت متدخل. انا بقول لك انت بتتعامل مع حقيقي. كنا انا يمكن في اي عمل هو مش شرط اللي بيكتب يعرف يتكلم. لا هو واضح انه بيعرف يتكلم بس هو يعني عارف ايه حد قال له كده ما تحرقش قوي ما تطلعش كل اللي عمله. تقريبا كل عمل انا بعمله يعني بدور حوالين الاسم اكتر من تفكير انا والمنتج والنجم. انت بالنسبه لك الاسم جزء كبير من النجاح؟ مهم جدا. لابد انه يكون معبر تعابير حقيقي عما يحمله. وفعلا المسلسل هو وسواس ويترجم الحاضر بتاعنا والواقع. انت ما حسيتش بكلمه حكاوينه؟ يعني هادي شويه. هو حلو وكل حاجه بس هادي يعني. هادي يعني مش هيبقى هو المسلسل. انت بتحب مش هيبقى في المليان تضرب في المليان. ده لازم على طول نضرب في الراس من اولها علشان الناس تبقى متوقعه اللي يحمله المسلسل من اهداف ورسائل وحاجات مظبوط. مهمه يعني. انا عايز بس احيي انه ده اخر ما كتب الراحل عبد الرحمن الأبمدي. الله يرحمه طبعا. الله يرحمه. وقايل وضعنا يعني سيبك من الوسواس ورغي الناس.